حلو قوي كده. المفاجأة دي بقى اعملها لها بمناسبة الحمل، اكيد بقى هتفرح بيها. ايه ده، دي جاية؟ ايه يا بنتي، انا في البيت اهو داخلة. ايه يا بنتي، حمل ايه؟ دي هدوم يا اميرة. يا بنتي بقى حرام عليكي، انا اصلا ما بقتش احب احمد اصلا من بعد الجواز. فكك فكك بس من الكلام ده، انا خلاص اصلا في حد تاني دخل حياتي. احمد انا معاه عشان فلوسه يا حبيبتي، مجرد ما هتخلص خلاص شكرا. طيب ماشي. فليه فليه يا اميرة، شكل احمد رجع. سلام. احمد اللي انا بسمعه ده، مش حامل وكمان عرفت واحد عليا؟ مش مصدق بقى. انت يطلع منك كل ده وانا اللي عامل لك مفاجأة؟ يا ربي. احمد ما هو مش هنا اهو، يبقى اكيد خرج تاني. احمد يا روعة، مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انت هنا من امتى؟ انا هنا من بدر، بس كنت في الحمام. طيب بقولك ايه، تعالي تعالي اعمل لك مفاجأة، تعالي. ايه رأيك في الحاجات دي؟ ده بمناسبة ايه؟ نعم، بمناسبة انك حامل طبعا. ربنا يخليك يا احمد. بس كان في حاجة كده كنت عايز اقولها لك. ايه؟ انا الشغل كده جالي سفريه يعني تبع الشغل ولازم اسافر. يعني انت بقى جايب لي الحاجات دي عشان انت تقول ان انت هتسافر، مش عشان انا بس ولا بطني، صح؟ لا 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 خالص، ده انا كده كده مش هطول بره يعني، ان شاء الله ايه كلها كام يوم بس وهرجع، بس شغل بقى ولازم انا اللي اسافر واخلصه. الله يكون في عونك يا بابا. ماشي. طيب ماشي. طب تحب ان انا اجهز لك حاجه؟ لا لا انا هجهز انا حاجتي عشان ما انساش حاجه، في كام حاجه في دماغي كده. طيب. عشان الحق امشي. ماشي. والله ده جاتها على ايه، على طبق من ذهب. كويس انك هتمشي وتريحني منك. ايوه كان لازم اعمل كده عشان اشوف مين اللي عرفته عليا ده. الو، بقولك انت كنت قلتلي ان انت عاوز تقابلني. طيب تمام. لا هو انا معايا الوقت مناسب، بس احنا ممكن نتقابل في اي كافيه عادي. تمام ماشي، باي. استاذ احمد، استاذ احمد، معلش بس لحظه. خير يا اميره، في حاجه؟ بص، هو انت عارف انا بعزي حضرتك ازاي، حضرتك راجل محترم جدا وانت زي اخته اكتر كمان، ربنا اللي يعلم. يا اميره ربنا يخليك، انا محرجه قوي في موضوع كده حساس عاوز اكلمك فيه. في بس عشان مستعجل، اتكلمي على طول. روعه. مالها؟ في حد دخل في حياتك. من عرفت، وعرفت بالصدفه. اميره انا بعزك، اللي قاله لك ده يا ريت ما تعرفش بيه. حاضر. انا عرفتها ان انا مسافر، واكيد طبعا دي فرصة بالنسبة لها انها بقى تاخد راحتها في الكلام، او الله اعلم تروح له او هو يجي، الله اعلم ايه اللي بيحصل. بس عشان خاطر اكتشف هو مين ده، وبعدها هي كده كده ما تلزمنيش. بس انا قلت لك يا اميرة الكلام ده محدش يعرفه غيرك. من غير ما تقول. ماشي يا اميرة. ماشي يا رب استرك. ادينا هو جيت لك. بس انا نفسي اعرف انت ايه اللي خلاك غيرت رايك كده فجاه؟ جوزي جاله مأمورية شغله ولازم ان هو يسافر، فقلت ان انا اجي اشوف انت كنت عاوز ان انت تقابلني ليه. انت كده عارفه طبعا انا كنت عايزه اقابلك ليه. بص انا مش هكدب عليك، انا بفكر بصراحه ان انا اصرحه بفكره الطلاق، وده عين العقل. انا معاكي في كده طبعا عشان نعرف نعيش براحتنا.
يعني اعمل كده على طول فوري؟ يا ريت يرن علي دلوقتي. لا انا هستنى ان هو ما يبقى يرجع من السفر. يا قلبك يا قلبك الطيب، عشان برضه ان هو ما يتجرحش، ده هو لسه على طريق سفر، حرام. ما هو ده اللي عاجبني فيك كده، قلبك الطيب الحنين. طيب ماشي، انا هلحق بقى ان انا اقوم. ماشي ماشي، باي. استنى، رايح فين؟ اقعد اقعد. هو انت فاكر اني نايم على وداني؟ انا عرفت كل حاجه، بس ما تخافش مش هعمل لك حاجه. وبالنسبه ليها هسيبها، اصل هي واحده زباله، اللي تخون مره تخون الف مره. طب يعني انت ايه يعني عايز ايه؟ امسك، خد دول عشانك. اعمل بهم دورك يا استاذ. استنى استنى استنى، دي امسك، خد دول كمان، بس هتنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. تحت امرك تحت امرك يا استاذ احمد. ايوه كده تعجبني. اسمع بقى. اتفضل. هو ايه اللي انا بعمله بس في حياتي ده؟ انا مبقتش عارفه انا صح ولا غلط. برضه احمد هو اللي غلطان. احمد ما بقاش بيحبني وما بقاش مهتم بيه زي زمان، وانا اكيد ست وليا احتياجات، ليا ان انا اكون حد مهتم بيا، يقول لي كلمه حلوه، يطبطب عليا. اكيد اللي انا بعمله ده صح. الو، ايه روح؟ بقولك ايه، كنت عايز اشوفك في البيت اللي احنا تقابلنا فيه قبل كده. ايوه كنت عايزك في كلمتين بس. ما نتقابل على اي كافيه عادي. كافيه؟ كافيه؟ لا، عشان بس محدش يشوفنا وكده يعني. يعني انت خايف عليا من الناس؟ طيب 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 ماشي، انا فاهمك، بس سيب لي الباب مفتوح. استناك. خلاص انا جايه. سلام. تمام كده؟ تعجبني. يلا بقى على البيت. تعالي يا روح تعالي. كلام ايه اللي انت كنت عاوز تقوله لعمي؟ مش لما تقعدي بس شويه، اقول لك اجيب لك حاجه تشربيها الاول. طب ماشي قول. طيب انت كنت عاوزني عشان تقعدي بس والجو الحر ده، اجيب لك حاجه تشربيها. طيب طيب. انا ايه اللي انا بعمله ده؟ لا غلط غلط، ده مش صح. انا لازم ان انا دلوقتي اقوم امشي. استنى عندك. احمد ايه رايحه فين؟ احمد وحياة ربنا ما تفهم، بس مش عايز. والله العظيم ما في خيانه. واضح. امال جاي هنا ايه؟ حفظ القران؟ احمد بقول لك ايه، انا فعلا كنت نفسي ان احنا نكمل مع بعض، بس الطريقه احلى من كده، انك تبقى يا زوجه صالحه. احمد والله العظيم اديني فرصه. انت طالق؟ احمد وحياة ربنا مش كده. احاسبك على ايه؟ على الخيانه ولا على انك كدبت عليا انك حامل؟ احاسبك على ده؟ انت شيطانه يا بنتي. التفكير اللي يفكر كده ده ما يبقاش بني ادم. يلا هسيبك بقى تشبعوا ببعض، معلش بوظت عليكم اللحظه الحلوه. نهار اسود. يا اخي الله ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اتبلغ مصلحه حلوه وخلاص، احسن حاجه اتبلغ بالفلوس ونشوف غيرها بقى.